رأي الجمهور الحقيقة في طارق حامد، وكله متمسك ان طارق الحقيقة يستحق. هنا مش بنتكلم على بيلعب فين، بتكلم على بالارقام بالاحصائيات. طارق حامد لو جيت قارنته بكل اللي حواليه هتلاقي هو افضل واحد في مكانه، فما ينفعش يبقى افضل واحد في مكانه مش موجود في الحتة دي. قبل كده لما كنت بتتكلم مثلا لعيبة اخرين في أندية تانية، وكنا ممكن نقول لا ازاي ما ضمهمش رغم ان هم نجوم وليهم اسم وكل حاجة حتى لو كانوا في النادي الاهلي، مفيش مشكلة، كل احترام والتقدير. ولكن انا وجهة نظري مثلا لو كان خد محمد شريف كان هيلعبوا مكان مين في الوقت اللي ما خدوش؟ كان قفشه هيلعبوا مكان مين؟ هو واخد عبد الله سعيد. لكن دلوقتي لما انا اجي اقول طارق حامد لو راح، هو مين اللي هيلعب على طارق حامد؟ وهو خد محمد شريف بقى، معلش يا كابتن، ليه؟ دي نقطة. لأن هو محمد شريف لما اختبره كمهاجم صريح هو مش مقتنع بأن محمد شريف مهاجم صندوق. ليه؟ لأن هو شايف أن تحركاته دايما بتضيق المساحة على محمد صلاح أو على الجناح الشمال، فبالتالي محمد شريف يبقى الكرة رايحة لمحمد صلاح وفي الاتجاه اليمين ما بيفتحش المساحة في الشمال زي ما كل المهاجمين بتوع الصندوق بيعملوا. لا، وعنده واحد يلعب مكانه، عنده اللاعب. لا، وفي نفس الوقت انا اديتك الفرصه، لكن انت في المركز ده ما قدرتش تتوظف ان انت تخلق المساحات للجناحين اللي بيلموا من ايه، من بره لجوه عشان يبقوا قدام الجون. لكن نتكلم على طارق حامد بقى. حضرتك طالما انت اتكلمت على طارق حامد، نخرج بره قصه بقى طارق حامد ده لاعب كويس ولا لا. ما احنا عندنا لعيبه على الدايره كتير جدا كويسه، يعني عمرو سليم ما نقدرش ننكر، حمدي فتحي في على الدايره، كل اللعيبه كويسه، كل اللعيبه الدوليه او اللي شاركت. لسه مصر. بقى اقول لحضرتك بقى، ما انا لسه هتكلم بقى. الفوارق ممكن نقول فوارق ممكن بسيطه، انا هروح معاه لنفس طريقه تفكيره ومخيلته. لكن لما اكون في ماتش دولي او لاعب دولي، انا محتاج اللاعب اللي يقدر يحقق لي توظيف الريتم بتاع المباراه وفقا لامكانيات انا. فطارق حامد بيقدر يعمل ده، لما يحب يهدي اللعب بيهدي اللعب، لما يحب يضغط يستخلص كوره بشكل سريع بيقدر يعمل ده، لما بيحب يعلي لي رتم الاداء ويلعب الكوره خلف الدفاعات الطويله بيقدر يعمل ده. يبقى انا اذا انا عندي لاعب متكامل بيقدر يحرك لي رتم الكوره وفقا لاجواء وطريقه المنافس اللي قدامي. احنا بنلعب منتخبات افريقيه، المنتخبات دي بتتميز بالسرعه والقوه والمهاره بشكل كبير جدا، وبالتالي محتاجه في وقت من الاوقات من المباراه نهدى على الكوره نلعب. بنلاقي طارق حامد بيروح يعمل المثلث مع اي اتنين في اي جبهه سواء اليمين او الشمال علشان يقدر يخلق المساحات اللي نقدر نبني بيها هجمه وان نطلع بكره كويس. الكلام ده مع كارلوس كيروش انا شايف ان هو مش شايفه، المدرب مش شايف. انا استغربت بقى كمان دور الجهاز المعاون في القصه دي بالذات، الجهاز المعاون ممكن مش عارف كويس عشان 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 نتفق. كابتن ضياء السيد لو قال غير كده يبقى هو بيكذب على نفسه. السبب ان هو نفسه مقتنع ان طارق حامد افضل لاعب رقم 6 في مصر ومن افضل لعيبه اللي موجوده في افريقيا. دي معلومه اكيد معلومه مؤكده، لان هو برضو نفس القصه دي والسيناريو ده تم مع اسامه نبيه. كابتن اسامه نبيه في البدايه هيكتور كوبر ما كانش معتمد عليه بشكل كبير، بدا اسامه نبيه بامكانياته وبارائه بدا يكسب ثقه المدرب مع الوقت. احنا ما بنقولش كده تقليل من كابتن ضياء السيد، ولكن هو محتاج وقت علشان يقنع المدرب بان ارائه وافكاره اتجاه اللعيبه الدوليه موجوده.